بسم الله الرحمن الرحيم. تفكيك الأعداد الكسرية موجه لتلامذة الرابع أساس يعني الرابع ابتدائي 1974 على 100. إذا 1974 هو البسط، 100 هو المقام، وهذا يسمى عدد كسري. وبما أن مقامه 100 أو 1000 أو 10 فنسميه كسر عشاري. إذا هذا يسمى كسر عشاري ما دام في مقام 10 أو 100 أو 1000 أو 10000 إلى آخره، لأن قسمة البسط على المقام هنا يعطينا عدد خارج مضبوط. إذا نفكك هذا العدد الكسري. إذا 1000 أعدنا 40، لدينا 4 زائد 70 زائد 900 زائد 1000. إذا نكتب 1000 زائد 900 زائد 70 زائد 4. الآن فككنا البسط، الوحدات زائد العشرات زائد المئات زائد الآلاف، الكل على 100. الآن كل عدد على حدة، 1000 قسمة 100 أو 1000 على 100 زائد 900 على 100 زائد 70 على 100 زائد 4 على 100. إذن هذه الكتابة الأولى تساوي الكتابة الثانية. الآن عملية الاختزال، 1000 على 100 اختزلوا بالأصفار، 2 2 بقيت 10، 900 على 100 اختزل بقيت 9، هنا بقي 10 هنا بقي 9، اختزل بالأصفار فبقي 7 على 10، هنا ليس هناك اختزال فبقيت 4 على 100. الآن 10 زائد 9 19. الآن 7 أعشار و 4 أجزاء 100. إذا نمر إلى الأعشار نضع فاصلة، 7 أعشار و 4 أجزاء من 100. إذا فيقرأ هذا العدد 19 وحدة و 74 جزءا من 100، أو 19 وحدة و 7 أعشار و 4 أجزاء من 100، أو 19 و 74 جزءا من 100، أو يقرأ عدة قراءات 1974 جزءا من 100 كما هنا 1974 جزءا من 100. إذا التفكيك يفيدنا في ماذا؟ يفيدنا في الانتقال من الأعداد الكسرية إلى الأعداد العشارية. إذا هذه عملية تفكيك، وإذا أردنا أن نحصل على العدد العشاري هكذا أو بطريقة سهلة ألف وتسعمائة وأربعة وسبعون أكتب البسط، لدي صفران واحد واحد اثنان، فالكتابة العشرية بسرعة نحصل عليها، لكن هنا تبقى عملية التفكيك. ولا ننسى أن هذا العدد 1974 على 100 هو أكبر من واحد، لأن البسط أكبر من المقام. وهذا ما وجدناه عندما وجدنا الكتابة العشرية 19.74. إذا 19 تسمى الجزء الصحيح، 74 تسمى الجزء العشري، وبينهما الفاصلة، وبالضبط بين الوحدات والأعشار، يعني الفاصلة تكون بين الوحدات والأعشار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.